السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير معاكم البريوش الاصلي على حق وطريقه، كيفاش تخدموه ان شاء الله. من بعد هذه الوصفه غتوليو تخدموا غا هو بالاخص في الطلبيات ديالكم. مهم اول حاجه نبداو نخلطوا المكونات كاملين. مهم المقادير غنخليهم لكم مكتوبه. درنا دابا الدقيق، غنديروا واحد نص كيلو ديال الفورس 500 غرام، هنايا البيض واحد 300 غرام ديال البيض، تقريبا 6 ديال البيضات، الخميره 20 غرام، وغادي ندير هنايا السنيده جوج معالق 50 غرام، وغادي ندير الملحه 10 غرام تقريبا. المهم راه المقادير كلهم غنخليهم لكم البنات لتحت تشوفوهم. دابا كما كتشوفوا خدمنا الماكينه غير باش تخلط لينا، هاد درنا ليها الوضع ديال التخلاط، يعني حتى كتخلط لينا هاد المقادير وانا كنحرك كما كتشوفوا. ديما هكا في الاول غير خلطوا وحركوا، حيت اي ماكينه ولا اي عجله فيها واحد لوبسيون ديال التخلاط، حتى كيتخلطوا لكم المكونات مزيان عاد باش غادي نبداو ان شاء الله نعجنوها. شو دابا كيفاش؟ ديما عاونوها، عاونوا الماكينه ديالكم باش تجمع لكم ديك العجينه والدقيق اللي تيكون لاصق في البول بحال هكا، بحال هذا الشكل هذا. وتن ندفع كما شفتوا بالمدلك، تنجمع الجوانب ولا بالسباتيل كنجمع الجوانب كاملين هكا باش العجينه ديالي كتخلط. هانتوما من بعد ما تخلطت دابا كما كتشوفوا صافي، دابا راه ولات واجده باش اننا نخليوها تعجن. غنحيدوا الوضع ديال التخلاط. دابا غادي ان شاء الله نوريكم، شوفوا كيفاش كتكون القوام ديالها. دابا غادي نبدا نعجنوا فيها، غنديروا ثلاثه، غديروا ثلاثه الرقم ثلاثه في العجانه ديالكم، وخليوها كتعجن مزيان البنات، خليوها كتعجن كتدلك. الهدف هو ان تدلك العجينه، تدلك البريوش خاصو يتدلك مزيان. انا كندير مره واحد مره جوج نخليها كتدلك، مهم ما تفوتوش ثلاثه. شوفوا هنايا لبنت لكم كتلصق شويه، حاولوا انكم تزيدوا شويه ديال الدقيق، حيت في هذه المرحله ما خاصهاش تلصق البنات. غنعاود نخدمها دابا، في هذه المرحله ما خاصش العجينه تكون كتلصق. الا بانت لكم كتلصق زيدوا الدقيق. انا هنا زدت جوج معالق حتى ثلاثه ديال الدقيق هكا باش كتجمع ليا العجينه، وغادي نديرها ثاني كتخلط الوضع ديال التخلاط حتى كتخلط ليا العجينه مزيان عاد نبدا نخدمها. صافي هانتوما كما شفتوا، دابا تاكدت بلي راه ما كتلصقش باش تعرفوها مزيان، ما خاصكمش يعني تمسوها وتبدا تلصق ليكم. غنخدمها دابا ونخليها كتدلك ليا العجينه مزيان، خاصها تدلك حتى يخرج ليا فيها داك لاستيك ديالها، عاد يعني تولي العجينه كتوثق كتجبد بلا ما تقطع. هانتوما دابا راه هذا هو القوام ديالها، بحال هكا خاصها تكون، ما خاصهاش تكون كتلصق في اليدين، خاص تكون تقريبا بحال العجينه ديال السلايم بقاو تلعبوا بها. دابا هانتوما في هذه المرحله هذه اللي مهمه، هنا غادي نبداو نزيدو في الزبده. هي عندي هنايا الزبده 200 غرام ديال الزبده، كنبدا نزيد فيها بشويه بشويه، ومن الاحسن انها تكون الزبده هكا ديال مارغارين، تكون نوعيه ممتازه. راه البنات كاينين بزاف ديال الانواع ديال المارغارين، حاولوا تخدموا باطلس ولا كاينه باتيسري. صافي انا هنايا استعملت الخليط ما بين الباتيسري وما بين اللذه، لان ما بقاتش عندي الباتيسري فدرت اللذه. الزوينه هي الاطلس والباتيسري. دابا نتوما شفتوني كنعاون لا ماشين ديالي باش كتجمع ليا ديك الزبده، وغنخليها خاصها يعني العجينه ديالي خاصها تخلط مع هاد الزبده اللي كندير ليها كما شفتوا. حاولوا نعاونوها شويه هكا حتى كتجمع. ديما تخلط في الاول تيكون جوج، من بعد كنديروا ثلاثه، ديروا واحد جوج من بعد كنخليوها في ثلاثه ونخليوها كتدلك. دابا الهدف هو ان هاد العجينه خاصها تشرب ليا هاد الزبده كامله اللي انا كندير ليها دابا. كاين اللي غتقول لي واش نديروا الزبده ديال الدهين سونترال، ولا تقدروا ديروا هذيك غتزيدكم بنه البنه البريوش ديالكم، ولكن بنات ما تخدموش به، هي كتبغي ديما الا درتوا لها هذيك الزبده خاصكم ديما تعديروها في الثلاجه عاد باش تخدموا بها، لان ديك الزبده دغيا كتطلق. فانتوما كما كتشوفوا، انتوما دابا خاصها تشرب ليا مزيان الزبده.
هنايا ها نتوما شوفوا اللون ديالها كيتبدل. انا غادي نهز العجانه، شوفوا كي ولا اللون ديالها كيبان لكم، تيبان لكم ذهبي. فهذه هي النتيجه اللي بغينا، وكتبان لكم العجينه كتجبد. فدابا هكا كتكون العجينه واجده ما شاء الله، ها نتوما بحال هكا خاصها تكون واجده. صافي دابا العجينه ديالنا ما شاء الله راها واجده. صافي غادي نحيدها من هاد البول ديالها. دابا الحاجه اللي غنقول لكم هي ان العجينه قبل ما تخدموا بها، هاد العجينه ديال الزبده البريوش ديال الزبده، قبل ما نخدموا به كيخصنا نديروه في الثلاجه، وتقدروا ديروه ليله كامله، تقدروا تحتفظوا به الليل كامل حتى الصباح عاد تهزوه، ولا تقدروا تحتفظوا به الصباح حتى الليل عاد تهزوه تخدموا به. المهم اقل حاجه، اقل حاجه باش تخدموا به خاصو يدخل الثلاجه يشد تشد يشد مزيان في بعضياته، وتشد فيه ديك الزبده تقريبا واحد الساعه اقل حاجه. ولكن هو راه باش ما كتخليوه في الثلاجه باش ما كيبقى مزيان. صافي هذه النصيحه اللي نقدر نقول لكم. انا هنا راه غادي نكمل معاكم وغادي نخليه في الثلاجه. مثلا دابا راه خدمت معاكم، دابا راه تنخدم معاكم دابا في الصباح، غادي نخليه حتى العشيه ان شاء الله عاد باش غادي نخدم به البريوش ديالي غادي نخدمه. وغادي يكون واحد الفيديو اخر غادي نوريكم اشنو خدمت به، واحد الوصفه عجيبه عجيبه غتعجبكم ان شاء الله. تبعوا الفيديو الجاي راه غادي تكون فيه. دابا نتوما كنحاول نجمعها هكا، حاولوا تجمعوها، كتجمع بهذا الشكل هذا. شوفوا ما شاء الله العجينه كي دايره، راه شي حاجه يا سلام روعه. هانتوما كي كتبان لكم غزاله. هنا صافي غادي نديرها في هذا البول، وغادي نغطيها مزيان وغندخلها للثلاجه، كتشد في راسها شويه، ملي غتشد غادي نخرجها نوريها لكم. دابا نخليها تنبغي نخدم بها عاد غنخرجها ان شاء الله. شوفوا بحال هكا خاصها تكون، عاود ذكرتكم بحال هكا خاصها تكون. هذه هي النتيجه النهائيه اللي كتكون زوينه، وكتعرفي ان البريوش ديالك غينجح معاك. يلا البنات غادي نخليوها في الثلاجه ان شاء الله، ملي نخرجوها ونتلاقاو. هنا البنات حنا خرجناها تقريبا، خليتها حتى العشيه. شوفوا تبارك الله قلت لكم باش ما جلسات في الثلاجه باش ما كتجي مزيانه، وباش ما كتخدموا بها كتخدموا بها مزيان. فكما كتشوفوا ملي كتبغوا تخدموا بها كتجبدوها، كتحاولوا انكم تاني تدلكوها شويه لانها كتكون في الثلاجه. غير هو واحد القضيه عفاكم، ملي ديروها في الثلاجه حاولوا تغطيوها مزيان باش ما يدخلش ليها البرد، ما تلقاوش فيها فقاعات. ولا انتم كما شفتوا هذه ملي جبدتها راه جبدتها مزيانه، ما خافش البرد يدخل ليها، خاصها تبقى مزيانه بحال كما في الصوره. كان فيديو ديال اليوم درتو لكم على البريوش الاصلي ديال الزبده، باقي بزاف ديال الانواع ديال البريوش. هذا البنات راه كيدوب في الفم، شوفوا راه كندلكها دابا، كندلكها باش كت تقاد ليا. كما قلت لكم هذا راه كيدوب في الفم، شي حاجه واعره. غنخدم لكم به واحد الوصفه اللي غادي تعجبكم، ولا جربتوها اكيد اكيد غادي ترجعوا لهذا الفيديو هذا. صافي المهم غادي نخليكم ان شاء الله، غادي نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي يكون فيه التطبيق ديال هاد الوصفه هذه. غنخدمها معكم بزاف ديال الشكيلات ان شاء الله باذن الله. كنتمنى ان الفيديو كان الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. بسلام عليكم.